أنا في الحقيقة كنت مدرس لغة إنجليزية وخلصت ماجستير لغة إنجليزية، وكمان درست في بريطانيا مدرب دولي. وبصراحة يعني حبيت أجي على الإمارات على أساس أبلش أشتغل هنا في مدارس أو الكليات، وربنا رزقنا فرصة والحمد لله واشتغلنا هون، وناس كثير بصراحة يعني دعمونا والحمد لله. نعم، انه دائما مشهور انه لدولة الامارات بحاجة مثلا لمدرسين لغة انجليزية، ومن وانا صغير بصراحة دائما حبيت ادرس الانجليزي حتى اطلع على دولة الامارات، لانه بصراحة احنا في الغربة دائما بندور على الواحد بده يدور اكل نظيف ياكل اكل نفس اكل البيت، بتعرف مثلا انا عزابي ومش متجوز، بدنا الشعب الاردني دائما يدور على نعم على نفس اكل البيت، بنحاول ندور على شيء مميز نعرف ناكله. وبصراحة فكرت انه قلت طب ليش ما اكون انا الانسان اللي يفتح هذا المشروع، بحيث انه كل الناس الاردنيين الفلسطينيين يجوا يقعدوا عندنا وياكلوا عندنا نفس اكل البيت. وبدات مشروع، احنا دائما بنحاول نوفر بس الاكلات الاردنيه باغلب انواعها، ايوه، ومتخصصين في المنسف على اساس يكون المنسف هو رقم واحد. نعم، في حال انه اذا احنا عملنا اي اكل ثاني ما نضرب على اكله المنسف اللي هي الرئيسيه، تعتبر بالنسبه لاسم المطعم وبالنسبه لنا وزبائننا. طيب بصراحه الناس على الاغلب بتحاول تجرب الشيء الجديد، فبالتالي انا في بعض الاحيان بتلاقي عندي طاولات عليها فلبينيين بياكلوا منسف، في يابانيين بيجوا بياكلوا عندي منسف، فالكل بيحاول انه يجرب يشوف شو الاكل الاردني شو هو المنسف، وانا دائما بكثف الدعايات على انه شيء جديد الناس تجرب، والحمد لله بحصل على نتيجه دائما. اول شيء الجوده، انا دائما احنا بنهتم في الجوده وانه الاكل دائما طعمه واحد ما يختلف، حتى لو زبون اجى بعد سنتين ياكل نفس الاكل ما تغير طعمه، يجي بعد 5 سنين نفس الاكل. مكونات دائما انا بحافظ عليها نفس ما هي، وبجيبها كلها من الاردن، عندي يعني موردين في الاردن بجيب منهم. في الحقيقة أنا بحاول إني أفتح أكثر من فرع في الإمارات، وإن شاء الله ناوي أطلع على أبو ظبي أفتح فرع هناك عن قريب إن شاء الله، بحيث يكون مكان كبير واسع يستقبل أكبر عدد من الزبائن، يكون قريب عليهم، لأنه الكل في أبو ظبي أو في الشرق أو في العين بيتغلبوا لما يجي لهون، في نفس الوقت أنا صعب إني أبعد أو أغطي المناطق هذه كلها دائما، فالحل الأنسب لي إني أطلع أنا أكون قريب لعين. نحن على الأغلب راح أضيف عليها بعض الأمور من مطابخ ثانية ولا لا من نفس الطبخ الأردني، ولكن راح أخلي فيه وجبات إفطار نفس ما تعودنا عليها في الأردن، وجبات عشاء نفس ما تعودنا في الأردن. بالتوفيق لك إن شاء الله. إحنا هي أهم شيء رقم واحد، لما الإنسان يحس إنه مستقر وفي أمن وأمان وحقه ما بيضيع داخل الدولة، فبالتالي بتشجع أكثر يفتح مشروع 2 3 10 ما عنده مشكلة، لأن الدولة أصلا نفسها تدعم أي إنسان موجود فيها، سواء كان مستثمر سواء كان عامل، كل إنسان بياخذ حقوقه داخل. طيب صراحة نحن نكون لهم جزيل الشكر، والشكر وحده غير كافي بصراحة، ولو بيطلع إحنا نقدر نعمل أي شيء لهم ما بنقصر، يعني نفديهم بأرواحنا. صراحة أنا دائما بشكر أهلي ووالدتي ووالدي، لأنه هم الأساس، أنه شجعوني دائما أختار الشيء اللي أنا بدي إياه، هذا في المرتبة الأولى. في المرتبة الثانية أصدقائي وإخواني اللي يشتغلوا معي في دولة الإمارات، ودائما كانوا يشجعوني أني أحقق طموحي، وكانوا سند إلي ودعموني دائما ليس فقط في الكلام، وفي منهم دعموني ماليا، والحمد لله توفقنا وربنا رضي.